إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف الوطني لدعم الشرعية والمجلس الثوري المصري باسطنبول بتركيا بعنوان الحركة الطلابية تشعل الثورة، حيث أكد المشاركون في هذه أو في هذا المؤتمر في النهاية في البيان الختامي لهذا المؤتمر أكدوا على إدانة التصرفات التي وصفوها بالقمعية من سلطات الانقلاب، وإنذار كل المتورطين في هذه الإجراءات بأن الثورة ستحاكمهم طبقا لما جاء في البيان. كما دعا البيان الطلاب بالمضي في الثورة وعدم الاهتمام بما يحدث من قمع للحراك الطلابي، كما طلبوا الشعب المصري بالتجاوب مع ثورة الطلاب، ودعوا طلاب العالم أيضا لمناصرة قضية طلاب مصر. وأكد البيان أن الثورة مستمرة ولا سبيل للعودة للوراء مهما كانت التضحيات. بعض المتحدثين أمام هذا المؤتمر الصحفي أيضا أكدوا واستنكروا ما سموه بالتعامل الأمني العنيف مع الحراك الطلابي داخل الجامعات المصرية، وقالوا إن الحركة الطلابية تستهدف أو إن السلطات تستهدف الحركة الطلابية من خلال الحملة الشرسة التي تشن داخل الجامعات بعد بداية العام الجامعي الجديد. وأيضا قالوا إن هذه الجرائم أو ما وصفوها بالجرائم التي تستهدف الطلاب لا يمكن أن تسقط أبدا بالتقادم. المزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس إيهاب شيحة القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية. مهندس إيهاب، يعني الدكتور جمال حشمت القيادي بالمجلس الثوري المصري أكد خلال هذا المؤتمر أن حراك الطلاب يمثل المسمار قبل الأخير في نعش النظام الانقلابي كما وصفه دكتور جمال حشمت. ما هي شواهدكم على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور جمال حشمت في معرض كلماته، في كلمة خاصة من الدكتور جمال حشمت وليست بيان التحالف، ولكن التحالف يرى أننا في الطريق الصحيح لإسقاط الانقلاب. لا أتحدث عن المسمار الأخير أو قبل الأخير تحديدا، وإنما نتحدث كتحالف على أننا في الاتجاه الصحيح نحو إسقاط هذا الانقلاب من خلال تطور الحراك، من خلال تنويع الحراك، من خلال دعوة فئات مختلفة من الشعب المصري. وأظن حضرتك عارف أن حركة دانك بتدعو الشعب المصري ممن طالتهم حملة التجويع من نظام عبد الفتاح السيسي للتظاهر تضامنا مع الطلاب وللتظاهر من أجل مطالبهم هم شخصيا. هذه كلها مسامير في نعش هذا الانقلاب، لكن لا نستطيع أن نؤكد هذا الأخير وهذا قبل الأخير، يعني لم يحدث هذا التحالف. هل هناك من آليات جديدة مهندس إيهاب خلال الفترة القادمة، خاصة وأن البعض يقول متى سيكون للتحالف الوطني أنياب كما أصبح للحركة الطلابية أنياب، وبالتأكيد الكلام على لسان بعض مؤيدي الشرعية؟ تمام. أنياب الحركة الطلابية لم تتخطى السلمية، لم تتخطى الحراك السلمي، كلها داخل إطار السلمية اللي احنا بنسميها السلمية الموجعة. لم تتخطى هذا الأمر حتى لا يفهم كلمة أنياب على أنها توجه إلى العنف وتوجه ضد في اتجاه رفع السلاح أمام الجيش أو أمام الميليشيات وبلطجية باليونيفورم اللي بيجيبهم السيسي الآن مطلقا. ستظل السلمية، ولكنها السلمية الموجعة، السلمية المؤثرة هي التي تحكم كل الحراك. بمعنى يعني ما معنى السلمية الموجعة؟ يعني ما هو الخط الفاصل مهندس إيهاب بين اللجوء للعنف وبين الحفاظ على سلميتكم؟ بمعنى نحافظ على الحراك الطلابي، نحمي الطلاب ونحمي الطالبات مما يتم من انتهاك لأعراض الطالبات وضربهن وخروج البلطجية عليهم سواء في الجامعة أو في الشوارع. أنا النقطة المهمة في الموضوع إن إحنا عمالين نتكلم عن الحراك الطلابي وكأننا نفصله عن توجهات التحالف. كل الطلاب اللي في الشارع
اللي في الجامعات يا سيدي بيثوروا كلها، لا لم يتراجعوا ولم يتأخروا عن مسيرة واحدة منذ الانقلاب إلى اليوم. ولكن ما حدث وما ظهر بشكل واضح وجلي هو تجمع في الجامعة، عندما تجمع الطلبة في الجامعة ظهر هذا التجمع الكبير، ولكن نظرا للقمع والقتل الذي يعمل في كل المتظاهرين كانت هناك كان يظهر الحراك في الشارع وكأنه قد قل، ولكنه التجأ إلى الشوارع الصغرى وإلى أطراف المدن، هذا هو الفارق. لكن كل هؤلاء كانوا على حركهم كل يوم وبنفس الفعالية وبنفس الأسلوب. هو الجديد الآن أن أنت بتطور، أن أنت محتاج فئات أخرى من المجتمع تنزل. دعوة لكل الشعب المصري اللي بيتعرض لحملة التجويع، اللي اكتشف أننا أمام رجل للأسف مش مغامر بيقول أنه هو بيقوم بمغامرات عسكرية، ما هو رجل مقامر يقامر بمقدرات الشعب المصري، يجب أن ينزل أمامه الجميع. هي دي النقطة اللي طيب احنا عليها أن هناك من يتهمكم طيب هناك من يتهمكم بأنكم تعولون فقط على إفشال النظام المصري الحالي وإشاعة حالة من الاستقرار في الشارع المصري، ولكن دون أن تمتلكوا أي رؤية حقيقية للمرحلة القادمة. يا سيدي ما هو الاتهام بأنك لا تمتلك رؤية للمرحلة القادمة، المفروض أنك تيجي تقعد تناقشني إيه مشروعك السياسي عشان تقول أنا بتهمك أو لا أتهمك. أنت الآن في حالة ثورة، الثورة المفروض أن أنت بتستغل الفشل الإداري، أو أنت بتعمل ليه ثورة؟ أنت بتعمل ثورة لأن هناك من يسرق سلطة ومن يفشل البلد ويجرها إلى متاهات لا ندري إلى أي مدى ستذهب بالبلاد. هذا هو سبب الثورة. أنا لا أجري وراء فشله، هو الذي يفشل نفسه. السيسي رجل فاشل، أنا لم أقم بإفشاله، لم أتخذ الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها، لم أقم بالمقامرات العسكرية في ضرب ليبيا، هو الذي يفعل هذا. أنا لكن طيب أنا من حقي أنا مهندس هذا أنت وإظهاره للشعب المصري كله. أنت تقول أن مصر الآن في حالة ثورة، والسؤال من يتصدى للثورة الآن في مصر سوى التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم الآن مجرد يعني حزبين أو ثلاثة أحزاب بالإضافة لجماعة الإخوان المسلمين؟ ما هو إحنا لو بنعد فإحنا يعني لو بناخد الأمور بالعدد فالتحالف هو 46 كيان، منهم النهارده 7 أحزاب وليس 3 أحزاب حضرتك، عشان بس نبقى متفقين، ولكن ليس الأمر بالعدد. من يتصدر للحراك الآن هي كيانات تمثل جزء أصيل وليس بالقليل من الشعب المصري. لا يستطيع أحد أن ينكر تواجد الإخوان المسلمين في الشارع المصري، لا يستطيع أحد أن ينكر السلفيين في الشارع المصري، لا يستطيع أحد أن ينكر الشباب الوطني في الشارع المصري. ليست القصة بعدد أحزاب، مصر فيها أكثر من 80 حزب ولا تكاد تجد تحالف واحد بين حزبين حتى الآن، حتى من مؤيدي السيسي ليشارك في انتخابات. فليس الأمر بالعدد يا سيد، الأمر الهام أن هناك جزء أصيل من الشعب المصري وطيار أصيل من الشعب المصري يدعو بقية الشعب المصري، وهو لا ليس قلة، للخروج للشوارع لإسقاط هذا الذي سرق السلطة وسرق مقدرات الشعب المصري. ولديهم رؤية واضحة تتحدث عن إسقاط الانقلاب، تتحدث عن تطهير مؤسسات الدولة ومحاسبة كل من قتل المصريين في الشوارع، وتتحدث أيضا عن المرحلة الانتقالية، وأظن ده أعلنه التحالف من قبل لكل الشعب المصري، حتى المرحلة ما بعد تطهير مؤسسات الدولة وكيفية إدارة الدولة ستكون كلها بإيد الشعب المصري. لا يستطيع التحالف كله أن يقول من يأتي ليحكم ومن لا يحكم، وإنما ما يتوافق عليه الشعب المصري كله بكل طوائفه المحترمة. شكرا جزيلا مهندس إيهاب شيحة القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور خالد سعيد القيادي أيضا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية. أهلا بك معنا دكتور خالد. قلتم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باسطنبول قبل قليل إن قرار تجميد التحالف الوطني لدعم الشرعية لا يعنيكم في شيء، ولكن أيضا هل انسحاب عدد من الأحزاب الفاعلة من التحالف الوطني لا يعنيكم أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسألة انسحاب بعض الأحزاب اللي هو حزب الوطن وحزب الوسط تحديدا من التحالف جاء نتيجة ضغوط متصاعدة من النظام الحالي،
وانا لا افشي سرا بهذا، وجاء ايضا نتيجه رؤيه سياسيه مغيره في بعض النقاط، ولكن هو يعنينا بطبيعه الحال ولكن ليس بالطريقه التي تقصدها، بمعنى ان انسحاب بعض الاحزاب طالما هي لم تنحاز الى المربع الاخر او الى العدو او الخصم الانقلابي الموجود الان، وانما خرجت لرؤيه سياسيه مغيره، ليس هناك انشقاق وليس هناك انحياز للخصم، فما الذي يضيرون في هذا؟ من الذي قال ان التحالف الوطني دعم الشرعيه يحتكر الثوره المصريه؟ الثوره المصريه يعني هي الشارع المصري العريض بكل تياراته التي تنتمي للتحالف واحزابه التي تنتمي للتحالف او التي لا تنتمي للتحالف، وبالتالي هناك تحركات تقوم في الخارج، يقوم بها الدكتور ايمن نور، يقوم بها الدكتور باسم الخفاجي، يقوم بها المجلس الثوري، وفي الداخل ايضا هناك تيارات اخرى ترفض الدكتور محمد مرسي او ترفض الاخوان، ولكنها ايضا تتذمر من الوضع الحالي حتى لو لم تتحرك بشكل فاعل، اذا يعنينا بطبيعه الحال، ولكن هو لا يؤثر في خط العام للتحالف، لانه اضافه للتحالف مش خاص من رصيد التحالف، بمعنى ان حزب الوسط كان هو راس الحرب في التواصل مع الفئات الليبراليه والعلمانيه والاشتراكيه وغيرها، وانحيازه لعله يفتح الباب لهذه الفئات ان تنحاز مره اخرى الى الثوره وان تنزل في الصف الوطني ضد النظام الجائر الحالي، وهذا هو ما يعنينا في الحقيقه، لا يعنينا تكريس الكيانات داخل التحالف او خارج التحالف. طيب دكتور خالد بشكل مباشر، يعني بمناسبه الحديث عن الكيانات التي يجري تأسيسها خارج مصر، وتحدثت أنت عن دكتور أيمن نور، هل الفترة القادمة يمكن أن ينضم التحالف الوطني لدعم الشرعية في كيان جديد تحت اسم جديد بعيدا عن التحالف؟ هذا غير مطروح للنقاش الآن. نحن يعني التحالف كان قرره أنه هو الذي تصدى لهذا الانقلاب الغاشم كواجهة سياسية في فترة لم يتحدث فيها أحد ولم يتحرك فيها أحد، والكل خاف من البطش المسلح والجريمة المسلحة في شوارع مصر التي تؤديها لشكل انقلاب. فالتحالف بهذه الصفة هو الكيان الأسبق والأقدم، وهو لا يحتكر الثورة المصرية لكنه رأس حرب الثورة المصرية وواجهتها السياسية، ويرحب بأي مبادرات أخرى، لكنه ينظر وهذا مهم جدا بعين الحذر لأي تحركات أولا خارج مصر، ده رقم واحد. رقم اثنين بمعنى أنها قد تتجافى عن الشارع، ورقم اثنين أننا يعني نرقب بحذر أولئك الذين يجعلون البوصلة للحراك هو أمريكا أو لحكم مصر هو أمريكا أو الغرب، وبالتالي نحن نحظر من هذه الكيانات زي اللي عايز يهدي الشرعيه داخل مصر بانه يتكلم مثلا عن حكومه منفى او غير منفى. فهذه القضايا نحن لا نرحب بها، ولكن نرحب باي جهد وطني مخلص يعمل في صالح الوطن وضد الانقلاب. ولكن هناك من يرى بذلك دكتور خالد انكم ستظلون متهمون بانكم تحالف دعم الاخوان بعيدا عن بقيه القوى الثوريه. والله شوف حضرتك، هو يعني مساله الشوشره السياسيه هل ده تحالف دعم الاخوان او غير الاخوان؟ نحن كنا الذي يحدثك من الجبهه السلفيه هو تيار الان ساعتي في مصر كان معروف الرئيس محمد مرسي اشد المعارضه، وبعض الاحزاب ايضا الموجوده داخل التحالف الان كانت معارضه للاخوان المسلمين الرئيس محمد مرسي. نحن ندعم الحق والشرع والعدل والقانون، الذين يقولون هذا يتناسون ان هناك انقلاب عسكري جرى على الشعب المصري وقتل الالاف من ابنائه، ثم يتحدث بعد ذلك عن دعم الاخوان. اذا كان دعم الاخوان يعني دعم الاقتصاص ويعني دعم الحق ودعم العدل ودعم القانون ودوله القانون، فمرحبا بدعم الاخوان، اي اشكال في هذا. ثم قرار حظر التحالف او تجنيد التحالف الذي صدر هو قرار باطل، صدر من جهه غير ذات صفه وجهه غير شرعيه، وستضاف هذه التهمه لتهم هذه الجهه الحكومه الانقلابيه الغير شرعيه حين تحاكم امام الشعب المصري قريبا ان شاء الله، لان طبعا هي صدرت عن حكومه غير شرعيه من نظام غير شرعي في وضع غير قانوني قتل المصريين ومسؤول عن دماء المصريين وحريتهم. يعني قلتم خلال المؤتمر الصحفي دكتور خالد ان هناك اراده غربيه لا زالت تبقي على النظام الحالي ولها مصالح متعدده مع النظام الحالي في مصر. اذا على ماذا تعولون خلال الفتره القادمه؟ على الشعب، على الشارع، على ابناء مصر وطلابها اللي نزلوا امبارح بمئات الالاف اليومين ثلاثه اللي فاتوا بمئات الالاف وبالملايين في كل جامعات مصر، بحيث يكون مجنونا من يزعم ان هؤلاء هم اخوان او ان هؤلاء هم الطيار الاسلامي فقط. هؤلاء ابناء مصر وشباب مصر الذين استفزهم شركات المرتزقه وجيوش البلاك ووتر التي اتى بها فالكون وغيرها، والتي ظهرها طلاب مصر في مشهد اشبه ما يكون بيوم 28 يناير 2011. نحن نعول على الشارع وعلى الحضاره المصريه والشعب المصري العريق وعلى ابناء مصر وشباب مصر الذين يقودون الثوره ونحن جميعا من خلفهم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سعيد القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف الوطني لدعم الشرعية والمجلس الثوري المصري باسطنبول تحت شعار الحركة الطلابية تشعل الثورة. نشكر مشاهدينا على حسن المتابعة.